على أثر الحادث الذي شغل الرأي العام داخل المملكة المغربية وما حدث في مدينة الحسيمة الجمعة الماضية، والتي راح على أثرها شابا مغربيا الشاب محسن فكري. معنا في هذا اللقاء السيد محمد ديبة، الرئيس فيدرالية العمال المغاربة، الفاعل الجهوي بهولندا والمهتم بملف الجالية المغربية المقيمة بهولندا. لدينا بعض التساؤلات نريد أن نسألها. أولا نرحب بك، أهلا وسهلا بك. السؤال، ما هي آخر التطورات التي تحدث في المغرب الآن؟ اولا شكرا على الاستضافه الاخ يسري على القناه ديال الدليلي في هولندا. اصاله عن نفسي ونيابه عن الجاليه المغربيه بهولندا، كنقدموا التعازي ديالنا الحاره للاب والاخوان ديال المرحوم، وكنقدموا التعازي ديالنا الوطن ديالنا الحبيب والمغاربه داخل المغرب وخارج المغرب. وهذا كنتاسفوا استنكار بشده مع هذا الشيء اللي وقع الاخ محسن فكري، ولكن مع الاسف يعني كانت شي غوامض اللي ما عرفناهاش حنا، وكل واحد شنو كيقول. ولكن اليوم ان شاء الله الحمد لله الناس ضمنوا، المغرب كله داخل المغرب وخارج المغرب كلهم ضمنوا مع هذا الولد. كنشكروا كاع اللي كيتضامن مع هذا الولد، ولكن الناس اللي كيتضامنوا معاه بالقلب، ماشي بغا اللي بغاو يديروا الفتنه في البلاد. حنا هذوك الناس هذوك كنتبراو منها، ويخليو بلادنا في افتقار عليهم، ويخليونا الحمد لله رحنا بخير وعلى خير وكل شيء. احنا كنشوفوا الناس اللي عندهم غيره من على المغرب، ولهذا احنا العافيه اللي فينا على حساب هذا الولد ديالنا، لان كنحسبوه ولدنا اللي مشى. يعني العافيه طفاها سيدنا الله ينصرو ملي عطى التعليمات ديالو صارمه السيد وزير الداخليه اللي كان في عين المكان وشاف وعزى الاخوان وشاف الاب وطرح معاه عده مسائل اللي الملف ديالو عطاه واحد التعليمات صارمه للحكومه باش يشوفوا هذا الملف فين غادي يوصل، يعني بمعقول وصريح وشفاف وواضح. حنا كننتظروا الحمد لله كجاليه كمواطنين داخل المغرب وخارج المغرب، هذا الملف ما يتنساش، والتعليمات اللي عطا سيدنا خصها تنفذ باش نزيدوا عاد العافية تمشي من القلوب ديالنا على هذا الولد وعلى هذا الشاب، وكنرحموه وكنترحموا عليه. إن ولادنا في الدار كلهم كيبكيو، لأن حنا في واحد القرن ديال 21، ولد عنده 4 سنين كيدخل الإنترنت كيقول لك بابا شنو وقع؟ كيفاش هذا الشيء؟ واش هذا الشيء عاد كاين دار في المغرب؟ حنا كنستنكروا هاد الناس وكنقولوا لهاد الإخوان هادو الله يهديهم اللي كيكتبوا هاد المسائل اللي ماشي معقولة، يحتفظوا على الشرف ديالنا ويحتفظوا على البلاد ديالنا. هادو راه كنحسبوهم مهرجين، راه تكتبوا حتى تعياو، راه حنا ما كنثقوش بكم. حنا كنتبعوا الملف مع الحكومه ديال سيدنا الله ينصرو ويحيى الملك، وكنشكروا جميع الاخوان اللي تضامنوا مع هذا الشاب من المغرب وخارج المغرب، وشكرا. انا اشكرك في النهايه، وكان عندي سؤال ثاني بس ما اعرفش الوقت يسمح ولا لا. هي الكلمه الاخيره بصدد المظاهرات وتاثيرها. احنا نعرف ان المغرب مستقر، ولذلك يعني نتمنى دوام الاستقرار. والسؤال هو، هل التظاهرات يعني هل حتنتج اي ايجابيات بالنسبه للمشكله، او من حق الناس انها تتظاهر تظاهر سلمي وتعبر عن رايها؟ فعايز اسمع منك الرد. حقيقه هي ماشي تظاهره، تضامن من حق كل واحد يديره، ولكن بالنسبه للتظاهرات واللي كيتقال فيهم الكلام اللي ماشي هو هذاك، وكتشوف انت سيدنا صيفط واحد الوفد رسمي ديالو من وزير الداخليه، من وزير هذا اي وزاره اي قطاع جات من جاور الحسيمه، ولكن لا، من مور ذاك الشيء كاين واحد اللي كينوض كيشتم كيعاير في المغرب كله ويعاير في الحكومه كله. حنا هذا الشيء استنكار لهذا الناس اللي كيديروا هذا الشيء، وهذو ما عندهمش غير على الشاب ولا على البلاد ولا على الحسيمه ولا على الدريوش ولا على الدار البيضاء ولا على اكادير. هاد الناس مسيرين وعندهم اللي كيدفعهم باش يديروا مشاكل في المغرب، ولكن التضامن من حقنا. ولكن دابا خصنا نوقفوا من هذه المظاهرات، حنا واحد الاحترام متبادل. واش ملي كنشوفوا العاهل سيدنا الله ينصرو اللي راه مسافر كيتجارع كي كي البلاد ديالنا باش تكون بخير وعلى خير، عطى التعليمات ديالو كما كنكررها كل خطره،
العين ما كانوا شفنا بعينينا السيد وزير الداخليه جالس مع الاب في الدار ديالو وكيتاسف معاه وكيبكي معاه، ولهذا خصنا نكونوا حتى حنا واعيين، ما يبقاوش الناس يضحكوا بينا ويشعلوني العافيه في البلاد ديالنا. ملي شفنا هذا الشيء خصنا نرتاحوا كلنا، ندخلوا للديور ديالنا ونستناو هذا الملف فين غيوصل. الا كان هذا الملف تخبى وموقع فيه والو، غادي نوضوا وماشي مظاهرات، نوضوا نسالوا كاملين نشوفوا علاش فين هذا الملف فين وصل. خصنا التوضيحات، وهذه الفكره ديالي انا يعني كنتكلم هذه شخصيا، انا كنطلب من السيد وزير الداخليه باسم الجاليه يوضح لنا هذا الملف في اقرب وقت، باش هذه العافيه تطفى من القلوب ديالنا لا في المغرب ولا خارج المغرب، وفي نفس الوقت نتبراو يعرفوا ذوك الناس اللي بغاو يديروا مشاكل في البلاد ديالنا باللي راه ما عندهم ما يديروا، راه بلادنا الحمد لله راه حنا كما نعاود نكررها حنا جنود مجندين وراء صاحب الجلاله. وكنشكر الحكومه ديال سيدنا، وكنزيد نكرر نقول لذاك العاب حنا كنتمناو يعني فوقاش ما جينا للبلاد راح نشوفك ضروري تونسوا معاك وتجيو نجلسوا معاك ونهزوا معاك شويه ديال الغضب اللي في قلبك، والله يرزقك الصبر، وراه هذا الشيء مجربينه ماشي اول مره، ولكن هذه ماشي موت عاديه، ولكن هذه موت الله. وحتى السلطات ديالنا ديال الحسيمه الله يهديهم الله يهديهم، لان كان هذا السيد هذا ماشي هكا يندار له، كانوا تعتقلوه تديوه للبوليس او للمحكمه، وذاك الحوت تديهم لواحد البلاصه فين كاين الطبيب بيطاري، ولا بغيتوا تلوحوا هذا الشيء تلوحوه في شي كراج ما يشوف واحد، ماشي تجيو حتى احنا ولاد الحسيمه، ما تجيوش للشارع اللي معروف مع المحكمه الابتدائيه مع الاداره العامه ديال البوليس، وتجيو مع دار السيد الوالي وتجيبوا الكاميو الزبل في وسط الشارع حاشاكم، وتجيبوا الحوت وتبقاو، يعني هذه مهزله، لان الانسان خص تكون عنده شويه تجربه وتكون عنده شويه مواقف، وربما الا خطيت شي حاجه اسمحوا لي، وشكرا للجميع، بارك الله فيكم.